وأخيرا، بمناسبة تسنم رئاسة جديدة في أمريكا بايدن، فعلى المحتل، شوف أقول فعلى المحتل يعني بعد محتل، الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. يا اللي عنده خلاف ويا أمريكا، لو عنده خلاف ويا أي دولة، وين يجي صارع يمنا في العراق؟ لا حبيبي، احنا مو ولد الخايبة، احنا عراقيين وإن هيبتنا وإن قوتنا ونقدر نتصرف. ومستعدين لأن نثبت هيبة الدولة، ولن نخرج عن ذلك أبدا مهما كان، والعراق يبقى هو الشامخ والكبير إن شاء الله.